مرحبا أعزائي المشاهدين من المحيط إلى الخليج في برنامجكم عرب شو. هذه الحلقة سوف نخصصها لدخول المملكة المغربية إلى أكبر منطقة تجارة حرة في العالم، والتي تسمى بزيلكاف حسب اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية. ولعلمكم، هذه الاتفاقية تربط ما يقارب من 1.3 مليار شخص عبر أكثر من 50 دولة إفريقية تمثل الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي، وهدفها الوصول إلى التكامل الاقتصادي المنشود بقارتنا الإفريقية، سعياً لتحسين مناخ الاستثمار والاستغلال الأمثل للموارد المتاحة. والمغرب كما نعلم خامس أكبر اقتصاد في قارة إفريقيا، وأول مستثمر إفريقي في غرب إفريقيا، وثاني أكبر مستثمر إفريقي في قارة إفريقيا عموماً. يريد أن يكون له نصيب من تنمية القارة، خاصة بعد رجوعه للاتحاد الإفريقي سنة 2017. وفي هذا السياق، دعت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح قبل أسبوعين بالدار البيضاء إلى استجابة إفريقية شاملة ومشتركة من أجل رفع التحديات المرتبطة بالسيادة الاقتصادية. فهذا المشروع القاري الهام سيمكن من إحداث عدد كبير من مناصب الشغل لفائدة الشباب، وإنقاذ 30 مليون مواطن إفريقي من الفقر المدقع، وتحسين دخل 68 مليون شخص، مع زيادة الثروة القارية بقرابة نصف تريليون دولار. وبناء على ما سبق ذكره، يمكن الآن أن نتساءل عن حجم أهمية تفعيل اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية للمغرب وللقارة عموما، وما هي المعوقات التي تعرقل جهود تطبيق هذه الاتفاقية، وما هي الحلول لها، ولماذا المغرب يراهن على هذه الاتفاقية أكثر من أي اتفاق تجاري آخر له. كل هذا وأكثر سوف أشرحه لكم بعد هذا الانترو. أنا حمد القروي، برنامجكم عرب شو. أود أن ألفت انتباهكم أعزائي المتابعين، خاصة الشدود منكم، بالاشتراك الآن في القناة، لأن اشتراككم مهم لتقدمنا ويساهم في تطوير عملنا. ونعود لموضوع حلقتنا، حيث وقعت حتى الآن أكثر من 50 دولة إفريقية بالاتحاد الإفريقي على اتفاقية إنشاء منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، وتم التوقيع على هذه الاتفاقية في مارس آذار من عام 2018، وتمت المصادقة عليها من قبل النصاب المطلوب من الدول الإفريقية في مايو أيار 2019، ودخلت حيز التنفيذ في أول من يناير كانون الثاني من عام 2021، في حين كانت أول شحنة بموجب اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية قادمة من غانا ومتوجهة إلى جنوب أفريقيا. وجاء في الدراسة التي صدرت هذا الشهر عن مديرية الدراسات والتوقعات المالية بوزارة الاقتصاد والمالية والوكالة الفرنسية للتنمية، إن التكامل القاري سيعطي زخما إيجابيا أقوى للصادرات من السلع مقارنة بالواردات. وجاء ضمن خلاصة الدراسة أنه إذا تضمنت اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية تخفيضا طموحا في تكاليف التدابير غير الجمركية بنسبة 50% مثلا، فإن تأثير ذلك على المغرب سيكون كبيرا من خلال زيادة في الناتج المحلي الإجمالي بمبلغ 400 مليون دولار، وارتفاع إجمالي الصادرات المغربية من حيث الحجم بحوالي 2.5% تقريبا. كل هذا في سنة الأولى فقط لتطبيق الاتفاقية، فما بالكم بالسنوات القادمة والتي يمكن أن تتحول فيه القارة الإفريقية إلى شريك اقتصادي ينافس الاتحاد الأوروبي، وهذا سيساهم في فك تبعية الاقتصاد المغربي نحو أوروبا. فلقد بلغ حجم التجارة المغربية مع أوروبا حوالي 70% من حجم التجارة الخارجية للمغرب. وفي تنويع المغرب لشركائه ضمان أكبر لاستقلاليته واستقلال القارة، وهذا في إطار سياسة رابح رابح. لهذا تعهدت الدول الإفريقية ككتلة واحدة بناء على اتفاقية التجارة الحرة القارية بتحرير التجارة في معظم تعاملاتها التجارية من خلال إلغاء التعريفات الجمركية على 97% من عامة الرسوم والمدفوعات. ومنذ بدء التنفيذ وحتى الآن، قدمت 44 دولة من أعضاء الاتحاد الإفريقي عروضها التعريفية، وهي خطوة جيدة نحو التنفيذ الفعلي والاستفادة الكاملة من الاتفاقية، وهذا من شأنه أن يرفع نسبة التجارة بين الدول الإفريقية إلى مستويات أفضل.
حيث تصل نسبة التبادل التجاري بين البلدان الأفريقية 16%، بينما تبلغ في الدول الأوروبية 70%، وإلغاء الجمارك بين الدول الأفريقية سيرفع من حجم التجارة الأفريقية البينية. ورغم هذا، المملكة المغربية تحرص على تبادل الخبرات والممارسات الفضلة الخاصة بالبرامج الاقتصادية والتنموية، إلى جانب تقوية المنظومات المالية والبنكية لعدد كبير من دول القارة، مما مكن من ارتفاع القيمة الإجمالية للمبادلات التجارية الثنائية للمغرب مع الدول الأفريقية بنسبة تقترب من 10% كمتوسط سنوي، بالموازاة مع تقوية الاستثمارات المغربية في إفريقيا، والتي تتكون أساساً من الاستثمارات المباشرة في دول إفريقيا جنوب الصحراء، مما جعل المغرب أول مستثمر إفريقي بالقارة الإفريقية في هذه السنة. ورغم هذا، أقول وللأسف أن حجم التجارة البينية للدول المغربية حوالي 5%، وهذا سبب تأخرنا عن أوروبا في اقتصاد دولة مثل هولندا أكبر من اقتصاد الدول المغربية بضعفين، رغم أن هولندا بلد قزم جغرافي لا يصل حتى إلى 1% من مساحة البلدان المغربية، وعدد سكانه أقل من نصف عدد سكان الدولة المغربية لوحدها. ولكن بفضل فتح الحدود الأوروبية وإلغاء الجمارك، تمكنت هولندا أن تكون أغنى منا، ولهذا هم يحتقروننا ويضعون التأشيرة للدخول لأراضيهم بسبب أننا لم نجد الخير في أنفسنا ولم نطور تجارتنا مع محيطنا الجغرافي. والمغرب يعرف أن الجزائر تقف حجر عثرة أمام تحقيق أهداف الاتحاد المغاربي، لذلك توجه المغرب بكل إمكانياته إلى أفريقيا من أجل اقتناص الفرص المتاحة في القارة السمراء، حيث تشير التوقعات إلى أن اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية يمكن من خلالها أن يبلغ إجمالي الناتج المحلي للمنطقة المعنية حوالي 3.5 تريليون دولار، ولكن من أجل تحقيق هذا الهدف المتكامل لإمكانياتها، سيعتمد ذلك بشكل كبير على إصلاحات سياسية مهمة وتدابير ضرورية لابد أن تنفذها الحكومة من أجل تيسير التجارة عبر الدول الأفريقية الموقعة والتي صادقت بالفعل على الاتفاقية. ووفقا لتقرير البنك الدولي الصادر مؤخرا، فإن تنفيذ اتفاقية منطقة التجارة الحرة للقارة الأفريقية سيساهم في انتشال 30 مليون شخص من الفقر المدقع و68 مليون شخص من الفقر المعتدل، وبحلول عام 2035 سيزداد حجم إجمالي الصادرات لدول الأعضاء بنسبة الثلث تقريبا 30% مقارنة بالنسب الحالي، وستزداد الصادرات بين القارات بأكثر من 81%، بينما سترتفع الصادرات إلى البلدان غير الأفريقية بنسبة 19%، وذلك كله من شأنه أن يخلق فرصا جديدة للتنمية للمصنعين والعمال الأفارقة والحصول على أسواق أخرى أجنبية. وتركز منطقة التجارة الحرة للقارة الأفريقية بشكل قوي على التنمية، وتسليط الضوء بالتحديد على التنمية الاقتصادية والاجتماعية والمواءمة القانونية بين أهدافها، وتضمين جوانب أجندة 2063 المعلنة للاتحاد الأفريقي، والتي بموجبها تعطي الأولوية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة، وتربط نمو أفريقيا وتكاملها بأهداف التنمية المستدامة لإفريقيا. وفي كلمة وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بن علي خلال افتتاح منتدى شوزول إفريقيا للأعمال، أشارت إلى أن سياق الأزمات المتتالية يفرض على الأفارقة تفعيل الوحدة الإفريقية من جانبها الاقتصادي في المقام الأول، ومن جهة أخرى أكدت الوزيرة على الأهمية الاستراتيجية التي يوليها المغرب للتعاون جنوب جنوب وتطوير العلاقات الاقتصادية مع البلدان الأفريقية، مشيرة إلى أن المملكة ملتزمة بتعزيز العلاقات مع دول القارة ضمن مقاربة رابح رابح. وينعقد هذا المنتدى المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس من طرف مؤسسة شوزول إفريقيا بالشراكة مع جهة الدار البيضاء ستات والاتحاد العام لمقاولات المغرب للمرة الثانية على التوالي بالدار البيضاء العاصمة الاقتصادية للمملكة المغربية. وتميز افتتاح المنتدى بحضور نائبة رئيس جمهورية البنين ورئيس شوزول إفريقيا باسكال لورو وعدد من السفراء المعتمدين بالمغرب والوزراء الأفارقة، فضلا عن ممثلي المنظمات الدولية، يعني تظاهرة عالمية. وبالنسبة للمستوى الطاقي في إفريقيا، تجدر الإشارة أن المغرب يعمل بمعية جمهورية نيجيريا الاتحادية
على إنجاز خط الغاز بين البلدين والذي يمر عبر مجموعة من دول غرب القارة، فالأمر يتعلق بمبادرة طموحة لتثمين القدرات والموارد الإفريقية وإعادة تشكيل الخريطة الاقتصادية الإقليمية وتعزيز القدرات اللوجستية والتنافسية للغاز الإفريقي وتقوية تموقعه في السوق الأوروبية، حيث ستبلغ استثمارات هذا المشروع حوالي 25 مليار دولار، ليصبح بعد تنفيذه أطول أنبوب غاز بالعالم ومحور الخريطة الطاقية الدولية. كما تعتبر فرص التنمية الرئيسية في القارة الإفريقية قائمة على عوامل محددة يمكن من خلالها تحقيق أهداف التنمية، لاسيما ما يتعلق بقطاع التصنيع والزراعة والقطاع المالي، وكذلك بناء القدرات للمرأة الإفريقية وتحريرها من الجهل وأعمال العنف ضدها. وأبرز تلك العوامل تنمية الصناعة الخاصة بالزراعة، والمغرب قادر بكونه قوة عالمية في صناعة الأسمدة من تلبية الاحتياجات الداخلية الغذائية لقارة أفريقيا عبر تسميد الأراضي الخصبة في القارة والقضاء على المجاعة في أفريقيا، بالإضافة لقدرة المجمع الشريف للفوسفات على الدخول في الدول الأفريقية ذات الأراضي الخصبة وزراعة القمح فيها وتشغيل اليد العاملة المحلية وتصديرها إلى المغرب، وبهذا يحقق المغرب أمنه الغذائي ويساهم في تقليص حجم البطالة في أفريقيا، وهذا تكريس لمعادلة رابح رابح. ولهذا نجد المكتب الشريف للفوسفات يعمل الآن على تطوير سلسلة قيمة قارية متطورة ستمكن أفريقيا خلال سنوات من الولوج بشكل عادل ومنصف إلى الكميات الكافية من الأسمدة، لأن المغرب يعتمد رؤية واضحة لتنفيذ مشاريع ستغير الوجه الفلاحي للقارة وستعزز أمنها الغذائي، لعل أبرزها العمل على إنشاء منصة صناعية لإنتاج الأسمدة بأثيوبيا بتكلفة تصل إلى 3.7 مليار دولار وبطاقة إنتاجية تناهز 2.5 مليون طن سنويا من الأسمدة، موجهة للأسواق المحلية وأسواق التصدير الجانبية. كذلك مصنع بغانا سيكون مخصصا لصناعة الأسمدة، ومصنع ثاني بنيجيريا سيكون مخصصا لصناعة الأمونيا التي تستعمل في تخصيب الزراعي، وهذه الخطوات المغربية ستساهم في تجنب أزمات زيادة أسعار المواد الغذائية والتي تؤدي في حالات كثيرة إلى أزمات المجاعة مثل الأسعار الجنونية التي تعصف بسكان القارة الأفريقية في الوقت الراهن جراء الحرب الروسية الأوكرانية الجارية. كما يمكن أن تلعب منطقة التجارة الحرة للقارة الأفريقية دورا مهما في تسهيل التجارة البينية في المنتجات الغذائية الزراعية في المناطق التي تحقق فائض التي ستصدر إلى المناطق التي فيها عجز، وبالتالي استقرار أسعار المواد الغذائية وتحسين الأمن الغذائي، والذي يعتبر من أهم القطاعات التي يجب أن تهتم بها القارة لتنميتها وإنقاذها من أذلال أزمات الجوع وطلب المعونة من الدول الأجنبية. وهنا ستلعب البنوك المغربية المنتشرة في أكثر من نصف دول قارة أفريقيا دورا محوريا في تمويل المشاريع الدولية والقارية بعد التأكد من دراسة الجدوى لها، وهنا ستربح البنوك المغربية وسيربح المواطن الأفريقي. ومن المؤسف القول أن قطاع الزراعة يعتبر من القطاعات شبه المهمشة في أفريقيا، وقد يكون ذلك بفعل أطراف أجنبية بهدف وضع القارة في وضعية عدم الاكتفاء الغذائي، وبالتالي عند حدوث أي أزمة عالمية أو دولية مثل الحرب الأخيرة الروسية الأوكرانية تصبح القارة في خطر حدوث مجاعة، وهذا ما يهدف إليه أعداء القارة لتجويع المواطن الإفريقي حتى يصبح جل اهتمامه كيفية سد جوعه بدلا من البحث عن القيادة والريادة والتطور والازدهار. وهذه العوامل كفيلة بوضع حدا لنهب وسرقة الموارد الطبيعية الضخمة للقارة الأفريقية، ونحن نتذكر ماذا حدث لدولة السودان من الحروب في بداية هذا القرن والتي أدت لتقسيمه لدولتين، واحدة في الشمال وأخرى في الجنوب، لا لشيء سواء لأن السودان هو الدولة العربية الوحيدة القادرة على تحقيق الأمن الغذائي لكل الدول العربية، وأمريكا صرحت بأنها لن تسمح بوجود سلة غذائية رابعة في العالم بعد أمريكا وأوروبا وآسيا، وهذا حتى تبيع أمريكا الغذاء لإفريقيا وتتحكم في مصير شعوبها من أجل مصالحها. وتشير تقديرات البنك الدولي لسنة 2020 إلى أنه في إطار زيادة إجمالي الصادرات بنحو 29%، فإن الصادرات الصناعية ستحقق أكبر المكاسب مع زيادة التجارة الصناعية داخل إفريقيا بنسبة 110%.
وزيادة الصادرات الصناعية إلى بقية العالم بنسبة 50%، وهذا من شأنه أن يخلق فرص الحصول على أسواق أجنبية بأسهل الطرق الممكنة، والمغرب يحسن واقتناص الفرص دائما ما جعله محط انظار الحاسدين والحاقدين. فالشركة المغربية للاتصالات والانترنت تتموقع في اغلب دول الغرب ووسط افريقيا، وهذا لانها كانت تمتلك رؤية استراتيجية منذ عقود للقارة، وهي تجني ثمار هذه الاستراتيجية. والمواطن الافريقي اصبح محاطا اليوم بشركات الاتصال والبنوك والاسمدة وشركات التأمين والادوية وغيرها من الشركات التي يتعامل معها يوميا، والقسم المشترك بين تلك الشركات أنها مغربية. وبالطبع هنالك العديد من العوائق تواجه تفعيل منطقة التجارة الحرة، وتعد أهمها عدم وجود بنية تحتية مواتية لتسهيل وسائل النقل بين الدول، وهذا ما يفسر اتخاذ بعض الدول الأفريقية تدابير واضحة لتحسين البنية التحتية لديها، ومنها تنزانيا التي تعمل على بناء شبكة طرقات بمعايير وجودة عالية تربطها بدول الجوار. وقد نالت الرئيسة التنزانية سامية حسن جائزة بوبكر إنديا لبناء الطريق في أفريقيا لعام 2022. كما شيد المغرب طريقا مزدوجا سريعا بطول 1000 كيلومتر لتسهيل عملية التبادل التجاري مع أفريقيا، لتكون الطريق من طنجة إلى معبر الكركرات معبدة، وربط تلك الطرق بالموانئ الرئيسية في المغرب. وكنت قد شرحت هذا في حلقة سابقة في برنامج مغرب التنمية على قناة ميدي واحد التلفزية المغربية، سأدع لكم رابط الحلقة لمن يريد مشاهدتها. كذلك مؤسسات التنمية المالية الإفريقية عموما ليست لها القدرة على أن تكون في وضع جيد لتعبئة رأس المال الخاص اللازم للقطاعات الحيوية والمتعلقة بالتجارة رغم القدرات المالية للبنوك المغربية، فعلى الحكومات أن تخصص صندوقا ماليا لدعم المؤسسات المالية التي بدورها ستوزعها على القطاعات المعنية والأكثر أهمية مثل الزراعة والصناعة، ومنحها الأولوية على القطاعات الأخرى. وهنالك من يرى أن الصناعة أكثر أهمية من الزراعة، ولكن بالنسبة لإفريقيا فالأولوية هي الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي، فالإنسان بطبيعته لا يمكنه العمل أو التصنيع بدون أن يؤمن غذائه بالمقام الأول. بالإضافة لهذا لا يمكن أن نخفي مخاوف الدول الأقل نموا من خسائر في عائدات الرسوم الجمركية والتوزيع غير المتكافئ للدول للتكاليف والفوائد. يجب استكشاف التدابير اللازمة والمرونة في القوانين بين الدول من أجل تقاسم عادل للتكاليف والفوائد وتحقيق الفوائد الكاملة طويلة الأجل للمنطقة الحرة القارية، وبالتالي وعلى المدى الطويل سيؤدي تحرير التجارة في المنطقة إلى جني أرباح، والتي ستؤدي بطبيعة الحال إلى خفض تكاليف التجارة، وسيسمح للمستهلكين بالوصول إلى مجموعة أكبر من المنتجات وبأسعار منخفضة وبفرص متساوية. وهنا تخاف الدول الإفريقية الضعيفة اقتصاديا أن تكون فريسة سهلة لدول مثل المغرب ونيجيريا ومصر، لأنها تمتلك أهم الاقتصادات والبنية التحتية والصناعية فيها متطورة مقارنة مع الدول الأخرى. وهنالك بالتأكيد تحديات أخرى من المفترض تذليلها مثل نظام الدفع، حيث أن معظم العملات الأفريقية غير قابلة للاستخدام خارج نطاق دولها، ولكن جهود حل هذه المعضلة جارية الآن لاستخدام نظام دفع يتناسب مع الجميع بالتعاون مع مصرف أفريكسيم بانك. بالإضافة إلى وجود عقبة تتمثل بعمل تنسيق لمساعدة المنتجين والتجار من جانب، والتعريف المستهلكين بمكان توفر البضائع والخدمات المرغوبة من جانب آخر. وفي هذا الصدد الفكرة متاحة لإنشاء مؤسسة تجارية أفريقية تساعد المتداولين بالحصول على تلك المعلومات على الأسواق الإفريقية. وفي بعض الدول الإفريقية يمثل التبادل التجاري مع الشركات الأجنبية تحديا كبيرا، حيث تحصل تلك الشركات على الموارد الطبيعية الإفريقية بعوائد غير متكافئة، وهي تعمل على إفساد النخب الحاكمة وتدعم ممارسة حكم تسلطي أو ديمقراطي وهم. وقد تساهم بعض الشركات في إشعال فتيل
الصراعات المسلحة مثل ما يحدث في جمهورية الكونغو الديمقراطية لسرقة مواردها، كما تواجه الدول الإفريقية تحديات نحو التصنيع المتكامل حتى تلبي متطلبات القارة من جهة وتتماشى مع متطلبات تطور العصر الحالي من جهة أخرى. وفي هذا الصدد بدأت بعض الدول الإفريقية بحظر تصدير سلعها الرئيسية في شكلها الأول، فأثيوبيا حظرت تصدير البن، ودول غرب أفريقيا التي تنتج الكاكاو بدأت بالسعي لحظره وترغب بتصنيع الشوكولاتة بدلا من تصديرها. وفي تنزانيا أيضا بدأت فعليا بحظر تصدير الذهب بشكله الأولي، وبدأت بإنشاء العديد من مصانع الذهب المحلي. وبناء على ما سبق ذكره، يمكن القول أن منطقة التجارة الحرة للقارة الأفريقية ستساهم في نبذ جميع الخلافات الإقليمية والعمل معا لصالح الوحدة الأفريقية والنظر في كيفية التعامل مع الكتل الدولية بمبدأ رابح رابح للجانبين بدون هضم حقوق الأفارقة كالعادة. حينها ستتمكن القارة من إعادة ترسيم علاقاتها التجارية بمميزات وشروط أفضل مع القوى العظمى الأخرى مثل الصين وروسيا والاتحاد الأوروبي وأمريكا. وسيكون لإفريقيا حسب إحصائيات دولية إجمالي إنفاق استهلاكي وتجاري يبلغ 6.7 تريليون دولار بحلول عام 2030، وما بين 12 إلى 16 تريليون دولار بحلول 2050، مما يخلق فرصاً فريدة للأفراد والشركات. وهذا يعني أن المنطقة ضمن أكبر المناطق التجارية في العالم، وستصبح محط أنظار الكتلات الاقتصادية العالمية. وفي الختام أؤكد أن هذه المبادرات تشكل تعبيراً عن إيمان المغاربة وملوكهم بمبادئ التعاون جنوب جنوب والتضامن والتآزر بين دول القارة الأفريقية، كما أن الأمر ليس بخيار جديد أو ظرفي أو مرتبط بملف ما، بل هي عقيدة مرجعية في الدبلوماسية المغربية منذ الاستقلال، تجلت في استضافة المغرب ودعم وتدريب جيوش التحرير للعديد من الدول الأفريقية، ومن بينها الجزائر وأنغولا والموزمبيق ودولة الرأس الأخضر لمناهضة الاستعمار، وكان داعما لحركات التحرر الأفريقي، وفي مقدمتها سعى الزعيم الأفريقي العظيم الغني عن التعريف نيلسون مانديلا لتحرير بلاده من نظام الميز العنصري بعد تدريبه العسكري بالمغرب سنة 1962. فالمغرب مدرسة دبلوماسية عريقة متشبعة بالتاريخ المشرف لمن يعلم ويقرأ ما بين السطور. أرجو أن أكون قد وفقت في نقل المعلومة. اشتركوا الآن في القناة وفعلوا زر الجرس حتى يأتيكم كل ما هو جديد، والجديد يأتيكم كل يوم خميس وأحد على الساعة 5 بعد الزوال بتوقيت الرباط. كان معكم حمد القروي، برنامجكم عرب شو.